النهارده كانت الجلسه الافتتاحيه من منتدى ارضيه الحمايه الاجتماعيه في مصر، وده كان بمشاركه وزيره التضامن الاجتماعي دكتوره غاده والي وممثلين من منظمه العمل الدوليه واليونيسف ومنظمه الصحه العالميه. نتابع. الحكومة لما خدت القرار اللي كان حتمي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية خاصة في المناطق الأكثر فقرا، عقدت وزارة التضامن الاجتماعي منتدى لمناقشة تطوير أرضية الحماية الاجتماعية في مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وكذلك منظمة الصحة العالمية. دي دراسة لسه لم تنتهي بعد، بتقوم بها منظمة العمل الدولية مع وزارة التضامن مع وزارة المالية حوالين كيف نتيح التمويل والحيز المالي المطلوب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وبيقارنوا بين دول مختلفة، هل ده بيكون من خلال ضرائب، هل بيكون من خلال تحسين الاستهداف، هل بيكون من خلال الاثنين مع بعض، هل بيكون من خلال مصادر أخرى، إزاي الدول تقدر تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. من خلال جلساتنا اليوم سنناقش كل الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية المصرية وكيف يمكن أن تسهم في توفير حياة أفضل للأطفال والشباب وكل الفئات التي تحتاج الرعاية. وخلال المنتدى تم إطلاق تقرير فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. البيانات المعلنة النهاردة في نتائج هي متسقة مع البيانات المعلنة من الجهاز. المهم أن كمان البيانات بتقول أن في تفاوت جغرافي بين الأطفال في موضوع الفقر متعدد الأبعاد، وأيضا تفاوت في المراحل السنية. أكتر فئة سنية فيها فقر متعدد الأبعاد اللي هي الفئة من 0 لـ4 سنوات. من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتمناها كل مواطن في مصر وتوفير حياة ومعيشة أكرم للفئات الأكثر احتياجا، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية إلى جانب تنسيق السياسات الاجتماعية بين الحكومة والمجتمع المدني. دينا حوايدق، أون اليوم.